استاذ محمد صبحي عمل الحركه دي قبل كده؟ اه يا ريس، وكانت احلى بكتير. اه طب ما قلتوليش ليه؟ جامل حضرتك، ما قلتوليش ليه يعني؟ ما حضرتك مش مدينا فرصه، ما بتسمعناش. ما هو انا بسمعك، اقول لي ان هو عملها قبل كده. ما وده ايه؟ مش عارف. ما تيجي تاكلني، تعال. انت كنت نايم ولا ايه؟ صاحي النهارده من النوم، جسمي مدغدغ وبطني مشيت عليا، مش قادر. انا مش فين بقيه الناس؟ انتوا بتهرجوا يا جماعه، فين بقيه الناس يا جماعه؟ يا اخوانا يا ويزو، فين بقيه الناس؟ يا ربيع، ايه يا ريس؟ يا ربيع، يا ويزو، انت فين؟ معلش يا ريس، كنت بتدرب على الرقصه الجديده اللي عاملها في المسرحيه. انه رقصه؟ الرقصه اللي انا كنت عاملها في المسرحيه. بقول لك ايه، انا بقالي تلات اربع مسرحيات ما برقص، وانا كده جسمي صدى. ها كده جسمك صدى؟ اه. يعني انت جسمك زي البني ادمين عادي والباقي ده صدى يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. ايه يا ربيع؟ ايه يا ربيع؟ انت سايبهم عمالين يقولوا لغه عربيه؟ احنا بتوع لغه عربيه يا ابني؟ انا اصلا كنت بحفظ المشهد بتاع انور ده، بس هو دخل الاول وقاله. يعني انت كنت هتقول لغه عربيه؟ المفروض انا اللي اقوله اصلا. لو طب هتقول ازاي؟ لو انا اعتقنا الناس جميعا وفلقنا كل منهم نصا في الارض لحمدنا الشمس اذا شئنا الحرية، ماتش الأهلي انبصي على الأرض، البنك الأهلي أنا عايز قرض، لحم نجم الشمس إذا جئنا بأنجز كلمة عظمة الأمة. أه على الأقل دي حاجة مفهومة. لحم نجم؟ لحم نجم الشمس؟ لحم نجم الشمس إذا شئنا. هي الشمس دايما بتتحجم من كده صح؟ والله العظيم انتوا بتهرجوا يا جماعه. وبقيه الناس فين بجد؟ فين كريم؟ يا كريم. ايوه يا ريس، سلام عليكم. ايه في ايه؟ بص حضرتك، انا مش هعمل ادوار عيال صغيره تاني، ماشي؟ يعني ايه يا ريس؟ انا من كتر ادوار العيال الصغيره حاسس ان هيجي لي الحصبه واموت. يا كريم انت احسن واحد بيعمل دور للاطفال الصغيره يا كريم، ويوم ما تديني دور تديني دور كده. لا بس عملته طفل برضه. امال ايه؟ ما ايه يا كريم، انت مدام بتعمل دور اطفال خلاص اتكل على الله. اتكل على الله يا ابني، اللي في ايده دور يمسك فيه بايديه واسنانه. ماشي يا جماعه. ها اسراء اتاخرت النهارده. اه يا سلام، فاعله خير انت فعلا. طبعا. فين اسراء؟ يا اسراء. اسراء ايه يا اسراء؟ انا اسفه يا اشرف. يا استاذ اشرف اقسم بالله العظيم انا اسفه. اسفه. الساعه كام معاك يا حضرتك؟ الساعه 6. واحنا ميعادنا كام؟ واحده. طيب يعني ايه؟ دي اخر مره يا استاذ اشرف. ما انت كل مره بتقولي اخر مره. يا جماعه مش هينفع كده كده، خلاص الحكايه هتفرول مننا. تعالوا دلوقتي نفكر في مسرحيه نعملها. نعمل ايه؟ بقيت الناس لسه فين؟ فين عبد الرحمن؟ فين عبد الرحمن وفين عمر؟ عبد الرحمن جاله تصوير يا استاذ اشرف، ربنا كرمه من واسع. اه يعني انت بتحقد عليه ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا والله، ده انا الفرحه هتفوت من وشي اهي. لا باين طبعا، باين. يلا يا سيدي ربنا يكرمه. المهم بس احنا نفضل زي ما احنا كده يا جماعه عشان نعمل عروض. نعمل ايه العرض الجاي؟ يا ريس ربيع عنده فكره حكايه. ايه؟ احنا نعمل فيلم. اي ما احنا ناخد من فيلم نعمل فكره ونعمل مسرحيه. نعمل افاتار. نعمل افاتار؟ ما اتعملش على المسرح قبل كده. اي هنعمل ايه في افاتار يعني؟ هنعمله 3 دي زي ما هو. اه والله هنعمل افاتار 3 دي. هنجيب نظارات نوزعها على العالم اللي قاعده دي وننطلق. مفيش اي حاجه. يعني انت ما تبقى 3 دي هيبقى شكلك ايه؟ هبقى 100 100، هبقى احلى من كده، الناس هتشوفني عالمي. يعني انت كام دي مثلا؟ ماشي. مش هينفع، مش هينفع. عايزين فيلم عربي يا جماعه، فيلم طبعا. اجنبي مشكله. ممكن فيلم عربي. نعمل فيلم لخمه راس وحضرتك حافظه ونشوطه في السريع. ده رخص اللي انت بتقوله ده. استسهال يا حمدي، قلت ضحك مضمون يعني. لا ولا مضمون، ما اتعمل. نعمل حاجه جديده. عايزين فيلم يا جماعه. نعمل فيلم النوم في العسل. انت نفسك تنام، تنام وتستحمى بالمره يعني. نعمل حاجه نجيب محفوظ مثلا يا ريس. حاجه نجيب محفوظ، زوايا المدق كده، ميرامار، ولا لا ما فيهاش حاجه، ما ينفعش يطلع منها حاجه. انا عندي فكره كويسه. عندي فكرة كويسة ممكن نعملها. إيه؟ عندنا اللبس موجود، اجهزوا وانا هقول لكم على الفكرة ونتكل على الله. والنبي يا ريس. عايز ايه؟ والنبي ما تنساش العيال الصغيرة في الليلة اللي انت هتعملها دي، الله يبارك لك.
يعني لو ما لقيتش عيال صغيره مش هتشتغل؟ لا اي حاجه يعني يعني هتعمل دور عيل صغير. ربنا يستر بقى. ماشي اتكل على الله. يا مصطفى روايه جديده بقى يا ريس، اخد دور. انت الروايه اللي فاتت عملت فيها حاجه؟ لا. اللي قبليها عملت حاجه؟ لا. لا قبليها برضه لا. مش معنى دي يا ابني، مش معنى دي. صح. ساعد اصحابك يلا اتكل على الله، ساعد اصحابك يلا يا جماعه اجهزوا، محمد صغير اجهز. يا ده كريم. ايه يا اسطى؟ كنت تعالى اقول لك. ايه؟ انا مش هخش استاذ اشرف راح لم شله اللطافه وعايزين يضحكوا. ولا انا هدخل فيها دي يا عم بلا بقى. يا عم انا بعد تاني مسرحيه اشتهرت قوي الحمد لله. الحمد لله. ده الشهر يا رب ارجع كومبارس زي زمان. والله تعبت من الشهره يا كريم. والله العظيم وانا، صدق بالله ياض. لا لا الجمعه اللي فاتت ماشي في الشارع صريخ ضحك. والناس بتضحك وحاجه هنا في الشارع. الحمد لله ده قبول من عند ربنا. بيضحكوا على ايه بالظبط بقى؟ لما الست وقعت في البلاعه. دي فاني مسرحيه لما الست وقعت في البلاعه؟ لا مش في مسرحيه، واحده ست كانت ماشيه وقعت في البلاعه. صريخ ضحك بقى. يعني ست وقعت فالناس بتضحك. ماتوا من الضحك. انت بتحكي لي ده ايه علاقته بموضوعنا يعني؟ مش انت بتتكلم على الشهره؟ ايوه بتكلم على الزفت. طب ما الست دي اتشهرت قوي عندنا. طب والست دي تبقى امك؟ لا امال فرحان لها ليه يا كريم؟ في يا عم افرح للناس يا كريم. الشهره ان احنا وشوشنا احنا تتعرف. يعني اقول لك موقف من يوم اسبوع كده، كنت ماشي عند مول العرب قابلتني اسره كده وراجل ببدله وقال لي حضرتك بتاع تياترو مصر؟ قلت له ايوه. قال لي اتفو يا اخي ما تبطل تمثيل بقى. الحمد لله الشجره المثمره يتفون عليها. الحمد لله الحمد ربنا يزيدك يا حمدي والله. بس انا مش هخش اعمل عيال صغيره ولا اقول جمله وجملتين دي تاني. تقول لي معايا الاستاذ اشرف في وشه يا استاذ اشرف احنا نجوم ما بنقولش جمله وجملتين. هقول له يا حمدي يا كريم. ايوه يا ريس. يلا جهزوا. ايوه ايوه بنحفظ الجمله اهو يا ريس. يلا انزل يا صغير بالمزيكا. نحن نريد العدس عدس زود لنا التقلية شوية شطة حامية. نحن نريد العدس عدس زود لنا التقلية شوية شطة حامية. أيها الكفار. أيها الكفار. يا كريم كافر طفل برضه ولا إيه؟ يا ريس ما اكيد كان في اطفال في الكفار. ايوه كافر ابن كافر. ايوه ايوه صح. امال ايه؟ فنان تخزع. ماذا نفعل الان؟ لا اين الخمر؟ كيف حال بني عبس؟ من؟ ابن كليب؟ العنتيل ابن كليب. نعم. كيف حالك يا عنتيل يا ابن كليب؟ أسمعتم عن دين محمد وأتباعه؟ نعم. أنهم يحرمون الخمر والميسر والفجور والرياء والنساء والظلم والقتل، وإحنا ناس بصراحة كفرة وبنحب الحاجات العسل دي كلها. نعم لقد سمعنا. لكننا ككفار لا تفعلوا شيء. أنا سأذهب وأقتل كل من اتبع هذا الدين. سأقتل كل من اتبع هذا الدين. اذهب يا ابن كليبة. أين الخمر؟ سأحضرها حالا يا مولاي. اذهب يا ابن طب. أين الليتاني؟ النساء. أين النساء؟ سوف أحضرهم حالا يا مولاي. طفل. اصل حبيت الموضوع قوي بصراحه. صراحه اديته كويس. اذهب وهات النساء. ادخلوا يا نساء. فلتدخل الراقصات. ادخلوا صفينات الكافره. نحن نريد الرقص رقص. هز شويه يا جاريه. هز شويه انت وهي. نحن نريد الرقص رقص. هز شويه يا جاريه. هز شويه انت وهي. ولع الدنيا ولع الدنيا. يا محمد اتغير شيك شوك. ايه يا عم يا عم ايام الكفار ما فيش شيك شوك. يا جماعه يا صغير شيك شوك ايام الكفار بس يا بتوت.
هيبوظ لنا الرواية. ما تسيبه ساعة الكفر ما تتعوضش. ولاتي والعزة إنك لموزة. لقد أسلم العنتيل، لقد أسلم العنتيل. أسلم العنتيل. السلام عليكم ورحمة الله. من أنت؟ العنتيل ابن كليب. أنت العنتيل ابن كليب؟ لقد اهتديت إلى دين الإسلام، فانشرح قلبي وانشرح صدري وابيض وجهي وبقيت بيبي فيس زي ما انتم شايفين كده. لقد اقصريت يا أيها القوم الكافرون، هل أنت اهتدوا إلى دين الإسلام؟ لا. دين جميل. لا. أيوه عليكم، أنا خارج. ده اسكندراني ده مش كويس.